صباح الخير، أهلا بيكم وسعيدة أني معاكم في برنامج يوم سعيد. النهاردة اليوم كله القمر موجود في برج الحمل وبيدي الحظ لمواليد الأبراج النارية، دول الأكثر حظا، بس طبعا الحظ بيكون برضو موجود مع ناس تانية. هنتكلم عن كل برج بالتفصيل اليوم. بما انه القمر موجود في برج الحمل، فبشوف انه يعني الابراج الناريه اللي هم الحمل والاسد عندهم ان شاء الله هيكون عندهم حظ كويس، وكمان مواليد برج القوس. نبدا كده بالترتيب عشان محدش يزعل من الابراج. وطبعا اول برج في دايره الابراج هو برج الحمل، وبما انه القمر موجود في الحمل فبيدي الحظ للحمل على كل الأصعدة. يقدروا النهاردة مواليد الحمل ان هم يثبتوا نفسهم في كل عمل بيعملوه، وعندهم سحر وتألق وجاذبية. تعرفوا انكم تفرضوا ارادتكم، مواليد الحمل هتعرفوا تفرضوا ارادتكم ورغباتكم بذكاء، وكمان تعرفوا توصلوا لأهدافكم وتلفتوا الأنظار ليكم وخصوصا أنظار الجنس الآخر. بعد كده بيجي برج الثور بعد الحمل في دايرة الأبراج، ومواليد الثور عندكم القمر موجود في منزل الصحة. ده ممكن يخلي طاقتكم أقل، فأنتم محتاجين أنكم تنظموا جهودكم في اليوم ده. تعرفوا أن الطاقة ما هيش كبيرة، فما تضيعوش طاقتكم في شيء ملوش لازمة. مهم كمان في اليوم ده أنكم يعني تعملوا كل حاجة في سرية وكتمان، ما تعلنوش خططكم، وابعدوا عن الفخر بنفسكم وبإنجازاتكم. نروح بعد كده لبرج الجوزاء ومواليد الجوزاء. عندكم القمر موجود في منزل الأصدقاء، وده كمان منزل المشروعات، وبالتالي مواليد الجوزاء هيكون عندكم في اليوم ده فرص انكم تعملوا تنمية لأعمالكم او لمشاريعكم لو عندكم مشاريع خاصة. وكمان على المستوى الاجتماعي هو يوم هايل للخروج وللانطلاق مع الأصحاب، فممكن تستمتعوا بوقتكم اجتماعيا ويبقى فيه تفاهم وتوافق كويس مع الأصحاب. نروح بعد كده لبرج السرطان ومواليد السرطان. القمر النهاردة في وضع معاكس مع مواليد السرطان في الشغل، فلازم تاخدوا بالكم جدا انكم تشتغلوا بدقة، ما تضيعوش يعني طاقتكم، وخدوا بالكم انه ممكن تكونوا مضغوطين في الشغل، فلازم تشتغلوا بدقة عشان ما تقعوش في اخطاء تتمسك ضدكم، وكمان تتحكموا في عصبيتكم وفي حساسيتكم عشان ممكن تكونوا عرضة لسوء تفاهم مع حد من الاهل او القرايب او الزملاء في الشغل او الرؤساء في الشغل. ففي يعني في جميع الاحوال لازم تحافظوا على اللباقة، وحاولوا بلاش يعني تثيروا اي مواضيع شائكة تعمل لكم صدام. نروح بقى لبرج الأسد ومواليد الأسد. عندكم القمر في منزل الحظ، بيديكم الحظ على كل الأصعدة، فتقدروا انكم يعني تحققوا نجاحات. عندكم بصيرة تخليكم تمشوا في الاتجاه الصح وتاخدوا قرارات سليمة. كمان الحظ بيحالفكم في السفر، وعندكم رغبة في المعرفة أكتر تساعدكم تعملوا تطور في مجالكم المهني. نروح بعد كده للعذراء ومواليد برج العذراء. القمر عندكم في منزل المدخرات، بيساعدكم انكم تديروا النواحي المالية بحكمة، وتعرفوا تلاقوا فرص تزودوا بيها ممكن دخلكم او مدخراتكم او املاككم. يوم كمان هايل لتخليص الامور البنكية. فعموما يعني مواليد العذراء في اليوم ده تقدروا تحسنوا التصرف في الفلوس، وكمان في الشغل عندكم رؤية أوضح للمستقبل، وده يساعدكم انكم تخططوا بشكل أفضل لمستقبلكم. نروح بعد كده لبرج الميزان ومواليد الميزان. القمر في مواجهة برجكم في اليوم ده، فلازم تاخدوا بالكم من حقوقكم أكتر. يوم مش مناسب للمغامرة، فعلى كل الأصعدة ما تغامروش، لازم تعملوا اللي عليكم وتدرسوا كويس كل قرار، ويفضل انكم تتجنبوا تماما توقيع الأوراق والعقود في اليوم ده. وكمان اللي متجوزين مهم انكم تنتبهوا تحافظوا على اللباقة وتتجنبوا اي خلافات زوجية. نروح بعد كده للعقرب ومواليد العقرب. عندكم القمر
في منزل الصحة الإيجابي، فده بيديكم طاقة ونشاط وتعرفوا إنكم تنجزوا شغلكم على أكمل وجه، وكمان تعرفوا تنظموا جهودكم بشكل أفضل، وتعرفوا توظفوا كمان جهودكم في اتجاه سليم. نشوف بعد كده برج القوس ومواليد القوس. عندكم القمر في منزل الحب، بيديكم طاقة عاطفية ويوم هايل للاستمتاع بوقتكم عاطفيا إذا كنتم مرتبطين، ولو عندكم أولاد كمان هو يوم هايل للتواصل بصورة أفضل مع أولادكم وللتأثير في أولادكم بمنتهى الحب. وفي الشغل كمان عندكم حماس وطاقة تساعدكم أنكم تثبتوا نفسكم في كل عمل بتعملوه. نروح بعد كده لبرج الجدي ومواليد الجدي. عندكم القمر موجود في وضع معاكس معاكم في مع العيلة أو مع الأصحاب، يعني ده منزل العيلة والأصحاب، فمهم جدا في اليوم ده تاخدوا بالكم انكم تتجنبوا اي نقاش او جدال ممكن يعمل لكم صدام مع الاهل او القرايب او الأصحاب. نروح بعد كده لبرج الدلو مواليد الدلو. عندكم القمر موجود في منزل العلاقات، ومواليد الدلو عندكم في اليوم ده لباقة ودبلوماسية تساعدكم ان توطدوا علاقتكم بكل اللي حواليكم على كل الأصعدة، في الشغل في العيلة مع الأصحاب كمان عاطفيا، فيعتبر يوم كويس في إدارة العلاقات عموما، ويوم حلو في عمل لقاءات مهنية موفقة. لو عايزين تعملوا انترفيو، عايزين تبرزوا مواهبكم بشكل أفضل، تعرفوا تتفاوضوا كمان على أي حقوق ليكم، ويعني تقدروا تكونوا مقنعين وتقنعوا أي حد بأي فكرة انتوا عاوزينها. نروح بعد كده لبرج الحوت، اخر برج في دايرة الابراج، ومواليد الحوت في اليوم ده عندكم القمر في المنزل الثاني، ده منزل المال السلبي، وبالتالي هو يوم مش مناسب للتبذير او للتسرع في قرارات مالية مش مدروسة، كمان حتى في الشغل يعني ممكن يكون تركيزكم اقل، فخدوا بالكم لازم تراجعوا كويس كل خطوة بتعملوها في شغلكم قبل ما تنفذوها عشان ما يتمسكش عليكم اخطاء. وكمان في الحسابات في الفلوس تاخدوا بالكم كويس، تراجعوا حساباتكم عشان يعني تتجنبوا اي خسائر او اي اخطاء في الحسابات. ان شاء الله يكون يوم حلو على كل الابراج، وبكره فيديو جديد ويوم جديد.